السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. النهاردة الموضوع مش كرة خالص، بس أنا الأول عايز أقول لكم حاجة، لا شوف الفيديو للآخر لأن فيه معلومات مهمة جدا لحياتك، واعملوا لايك واعملوا شير لأهل حياتك. الموضوع ده من أهم المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، موضوع النصب في الطب، النصب في الطب والنصب في الدواء والنصب في الصيدلة، كل ده هقول لكم. ونصب الفنانين واليوتيوبرز اللي بيعملوا اعلانات على الناس عشان يضيعوا حياتهم، كل ده نقط هقولها لكم. الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وريت تعمل شير للفيديو ده، وريت لايكات كتير يا جماعه، علوا اللايكات للفيديو ده عشان يوصل لاهلكم، وريت اللي يعرف حد يوصله ليه. وهكلمكم عن حاجات وتجارب شخصيه قدامي انا بطبيعه شغلي، هنتكلم عن سمكري البناء ندمين، ويلا بينا. قصة سمكري البني ادمين طلعت مع ممثلة اسمها ساندي، هي ممثلة ومطربة، هي مش مشهورة قوي او مش معروفة. ساندي شافت فيديوهات لسمكري البني ادمين اللي هو اسمه حسن كريم تقريبا، او لسمكري البني ادمين مع زمايلها. الغريب في الامر ان الراجل دوت، هحط لكم الصور، عامل فيديوهات مع نجوم كتير جدا، بيقولوا من افضل النجوم عنده هيفاء وهبي. اي حد هيشوفها هيفاء وهبي بجمالها ومشهوره رايح لحد، يبقى اكيد الراجل ده ثقه الثقه. ومحمد انور ومحمد عبد الرحمن، كل نجوم مسرح مصر، واشرف عبد الباقي، وكمان امير قراره، ناس كتير نجوم. الصور زي ما انتم شايفينها حاططها لكم. فالراجل ده بيعمل فيديوهات ومشهور على السوشيال ميديا، وبينزل الفيديوهات وبيخش عنده فنانين وناس كتيره جدا. سعد انه بيروح، هو بيروح يعمل ايه بقى يا جماعه؟ هقول لكم بيروح يعمل ايه. بيروح يعمل حركه كنا زمان احنا واحنا شباب، ووالدتي الله يرحمها كانت بتعملها، لانه بيتطقلق ظهره يمسك. بس هو بقى طبعا بيعمل بحركات عنيفة جدا، لدرجة ان هو في فيديو ليه بنت مش مكملة 4 أشهر وهو بيتقلقلها ظهرها. ساندي راحت لدكتور، فالدكتور شافها قال لها انت يا بنتي عملتي حادثة؟ قال لها كده، انت يا بنتي عملتي حادثة؟ قالت له لا يا دكتور انا ما عملتش حوادث. يا بنتي انت جسمك متدمر خالص كأنك انت عاملة حادثة. قعدت تفتكر، قالت له الموضوع كذا 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 كذا، وفي واحد بيقولوا عليه اسمه سمكري البني ادمين هو اللي عمل فيا كده. فقال لها حصل ده خطر. المهم ايه، بدات الناس تتحرك، واتحركت نقابه، وانا بحترمها جدا النقابه دي، لانها اتكلم عن نقابه الصيادله بتاعتي انا. هكلمكم عن نقابه الصيادله اللي انا عضو فيها واللي اتكلمت في الموضوع ده كتير. ونقابه الصيادله حاليا تحت الحراسه، بس وقت ما كان المرضى موجود نقيب، ونقيب محترم، ما كانش عايز اعرف يعمل حاجه، وليه امر تاني مع المفتشات هكلمكم عنه. فالمهم النقابه اتحركت، دورت، لقيت الوادي ده نصاب، حتى هو عامل اليافطه بتاعته مسميها سمكري البني ادمين، يعني مش مسمي نفسه دكتور، مسمي نفسه سمكري. تروح عنده تسمكر جسمك، يخش يمسكك يكسر لك ويمسك شواكيش وبتاع، ويسمقر لك الايه الجته بتاعتك، يعمل لك سمقره حلوه كده. هو مسمي نفسه، مش مسمي نفسه دكتور. فقبضوا عليه ومقبوض عليه حاليا، وواخد 15 يوم سجن. كانت قبض عليه بعد قبل كده مع ساندي، برضو كانت عامله فيه بلاغ قبل كده، لان ساندي المتاثره الاكتر. دلوقتي كل واحد بقى بيتبرى منه، منهم امير قراره، انا ما كنتش واثق فيه، رغم انك امير قراره متصور اهو وهو بيطقطق له، يعني امير قراره متصور وهو بيطقطق له ظهره، يبقى انت متبري منه ازاي يا امير يا قراره؟ طبعا هنيجي بقى نتكلم عن نقطه ثانيه، نقطه الفنانين واليوتيوبرز، اليوتيوبرز اللي زي انا اللي عندهم قنوات على اليوتيوب وبيعملوا اعلانات لبعض الادويه
واعلانات لحاجات لمنتجات، سواء بقى لا شامبو البنت تطلع مرات حسن ديت اللي اسمها زينب تروح طالعه انا جبت اكوادور، انا جبت ما اعرفش ايه، انا استعملت ايه، والكلام ده كله، كل ده دعايه. اي يوتيوبر دلوقتي كبر شويه وجا عنده مشاهدين وبقى عنده ناس بتخش شركاته، عنده مثلا اي حاجه عايز يخلص منها، اي حاجه يروح يقول له احنا عايزين نخلص من الحاجه دي. طبعا هو عنده 100,000 مشترك، 150,000 مشترك، وبيثقوا فيه وبيحبوه، ما فيش حد بيشغل عقله اصلا. انا ما فيش حد بيشغل عقله، يعني زينب بتاكل ما اعرفش ايه ياكلوا زيها، حمد ووفاء جايبين بطيخه بيجيبوا بطيخه زي، رغم ان هو في الطبيعه بيجيب طبيخ بطيخ في البيت، لكن هو بيروح يقول لهم انا جبت البطيخه من عند التاجر الفلاني، بيروحوا هم نفس التاجر لان مديله حاجه بطيخه، مش مديله بطيخه عاديه، مديله الحاجه بطيخه لان مديها لحمدي ووفاء اللي هتقطعها، فبالتالي هو مدي لحمدي ووفاء طب بطيخه مختلفه. ده اللي انا عايز اقوله. فالناس بتصدق الناس دي، الناس دي اكبر ناس كذابين. انا لما اجي لك باعلان، انا هو صيدلي، لما اجي لك باعلان عن دواء يبقى اتاكد ان انا كذاب، ان انا شغال بارزه مش بديك معلومه. يعني في صيادله كتير بيطلعوا الدواء ده هو في واحد مره كاتب عن دواء اسمه فلوكس باكت، فلوكس باكت ده مضاد حيوي، هو رخيص شويه، ده بيعالج ما اعرفش ايه، وبيعالج ايه وبيعالج ايه وبيعالج ايه، ويخليك تنط ويخليك تقلب والكلام ده كله. وانا قلت اسمه للنقابه، ما اقدرش اقول اسمه هنا عشان طبعا التشهير. طالع جايب الفلوكس باكت، الفلوكس باكت ده مضاد حيوي، بتاخده لما زورك يبقى وجعك، بتاخده لاي حاجه، لكن هو كاتب لك 1000 حاجه بيعالجها الفلوكس باكت ده. فده نصب. الناس اللي بتطلع تعمل اعلانات دي، المذيعين لما يجي يقول لك خد التليفون ده، تعرف ان التليفون ده فيه مشكله، الشركه عشان توزعه بتروح تدي لليوتيوبر ده فلوس، بدل ما يخسر فلوس البتاع كله بيديله مثلا 20,000 جنيه 30,000 جنيه واعمل لي اعلان عن الحاجه دي. فتاني حاجه قلنا، اول حاجه خد بالك من الدكتور اللي انت بتتعامل معاه، انه يكون دكتور من الاساس، دكتور من الاساس، انك متعامل مع دكتور. تاني حاجه ما تصدقش اي حاجه على السوشيال ميديا، لا قالها ممثل ولا قالها يوتيوبر ولا قالها انفلونسر، والحاجات دي كلها هم بيستغلوها في النصب، مش هم نفسهم، هم بيكسبوا. اليوتيوبر ده بيكسب، انا هنزل لك الاعلان بتاعك يا عم، اللي ياخده يتحرق يا عم، انا مالي يا عم، انا هنزل لك الاعلان وخلاص، انت تديني كام في الاعلان ده؟ لا يا عم خلوهم 25,000 جنيه بدل 20,000 جنيه، لا يا عم خلوهم 30,000 جنيه، انا مش مهم بقى اللي هياخد الحاجه ياخدها يستفيد مية، انا المهم مكسب، وده مكسب حرام. يعني في واحد بيطلع في اعلان، اللي بيطلع معاه مجدي عبد الغني، هو صيدلي برضه وليه اسم على اليوتيوب، ده بيطلع ما اعرفش ايه ويديك نشاط وحيويه. طب ما في مليون مضاد حيوي بيدي نشاط وحيوية، أنا لو عايز أدي لمريض مضاد حيوي مش هقول له خد ده، هقول له عندك كذا 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 كذا، خد المواد اللي فيها كذا، خد المواد اللي فيها كذا، لكن هو بيطلع يعمل إعلان للمادة دي. هل المادة دي هي الأفضل؟ ممكن ما تكونش الأفضل، ممكن المواد الأفضل حافظة نفسيها، حافظة نفسها شغالة، مش محتاجة حد يعلن حاجة، يعلن عنها. ركزوا الكلام يا جماعه، والكلام ده يا ريت تشوفوا الفيديو للاخر زي ما بقول لكم. هنيجي لاهم حاجه والحاجه الخطيره جدا اللي الشعب كله، الشعب المصري بلا استثناء وقع فيها. احنا في الصيدله بقى عندنا حاجه اسمها مشاكل دخلاء الصيدله. ايه هم الدخلاء؟ واحد اسالني ايه الدخلاء؟ الدخلاء دول نوعين، نوع واقف في الصيدليه، الصيدلي بسم الله ما شاء الله، يعني الصيدلات الكبيرة بالذات، أنا ما بتكلمش على الصيدلات اللي هي الصغيرة اللي في الريف عندنا، عايز يجيب مكسب. فهو دلوقتي هيوقف الصيدلة، هيدي للصيدلة 4,000 جنيه. لا هو بيجيب الواد حموكشة اللي جنبيه في الشارع بيعلمه، خد يا ابني احفظ دي تجيبها منين واحفظ دي تجيبها منين، ومجرد هم وخلاص، أو ومجرد حافظ لأماكن البقالة، ما بقتش صيدلية بقت بقالة، ويوقف العيال دول. أنا أعرف صيدلي عنده صيدلية لوحدها بتبيع ب 10,000 جنيه، لو صيدلي راح بس على رجله مش هيشغله، ما بيشغلوش.
حتى في صيدلي عامل له اقوى صيدليه عنده ما رضوش يشغله. هو بيشغل عيال صغيره، هو بيحب العيال الصغيره مش بيحبهم، لا يعني بيحب يشغلهم. ليه؟ قوم يا ولد هدي هدي ويتحكم فيه، مش هيجيب صيدلي، هيجيب صيدلي بقى الصيدلي يتنطط عليها، مع ان العيال دي بتسرقه، واكتشف كذا حاله سرقه وعملت من وراء الصيدليات دي البيع. الحاجه الثانيه ان في ملاك صيدليات كتير مش صيادله، ودي ظاهرة موجودة. بتخش عنده الشيخ فلان، الحاج علان، الباش مهندس تركان، عندنا واحد حاطط دقن كده وبسم الله ما شاء الله، والناس تخش يا دكتور فلان، هو مش دكتور، وهو عايش ان هو عايش عمل صيدلية من اسم صيدلي او صيدلانية اتكلفت، اللي هم بيدوروا على التكليف دلوقتي، وهي لما متكلفه عندها وظيفه، جنب الوظيفه عندها اسم الصاحب واسم المدير او اسم الصاحب، فبتديهم لواحد يروح فتح صيدليه. طيب هتيجي تقول لي يا عم ده الواد شاطر، الواد لهلوبه، الواد بيديني الدواء كويس، بيجيب لي الدواء من على الكوب وما بيغشنيش، بيجيب لي الدواء اللي هو. اول حاجه كلمه بيغشني دي كلمه غلط، ان انا اديك دواء نفس التركيبة ادهولك صيدلي محترف، ده مش غلط. ان انا مثلا مكتوب لك اموكسيسيلين اديكتك اموكس مثلا، حاجة نفس التركيبة، في ادوية ما ينفعش اللعب فيها، ما ينفعش ان انا اديك فيها بديل، لكن في ادوية تانية كتيرة ممكن اديك فيها بديل، فانا مش غلطان في حقك ان انا اديك البديل. تاني حاجة، انا كصيدلي شغلانتي ان انا راجع الروشتة، ان انا راجع الروشتة الاصناف اللي فيها هل متوافقة؟ هل لو واحدة ست بترضع ينفع تاخد الدواء ده؟ هل لو واحد عنده القلب ينفع ياخد الدواء ده؟ هل لو واحد عنده سيولة ينفع ياخد الدواء ده؟ الولد اللي واقف في الصيدلية حافظ مكان الدواء، لكن حافظ مكانه بيعمل ايه في جسمك؟ هل حافظ هو بيعمل ايه الدواء في جسمك؟ مش حافظ، هو بيجيب لك الدواء يدوه لك، روح خدته، جات لك جلطه، جالك نزيف، حصلت لك مشكله ومالوش دعوه. دي مهمه الصيدلي. صيدلي تضاد الدواء مع بعضيه، تضاد الدواء مع الاكل، تضاد الدواء مع حالتك المرضيه، كل ده للصيدلي. والصيدلي ليه حق يتصل بالدكتور، مش هيغير من نفسه الصيدلي، الصيدلي مش هيغير، بس هيعرف ان الدواء ده خطير ان انت تديه للمريض ده. ممكن تلاقي صيدلي، احنا انا كنت متربي على ايد صيدلي كبير الله يرحمه وافخر ان اقول اسمه، الدكتور محمود لبن، هقوله عشان يبقى الاسم مستديم، الله يرحمه. كان بيجي العيان يقعد يتكلم معاه ويعرف معاه الدواء ده واخده ليه وحالته المرضيه ويناقش معاه. وكان يعرف الدواء ده واخده ليه وحالته المرضيه، وهو بيتكلم معاه ويقول له لا الدواء ده ما تاخدوش، ويطلب على سماعه التليفون. كان زمان ما فيش موبايلات، كان في التليفونات العاديه في العيادات، يتصل الدكتور يا دكتور انت مديله الدواء الفلاني، الدواء الفلاني ما ينفعش يتاخد في الحاله دي، يا دكتور لا احنا ممكن نضيف له كذا كذا كذا. وكانوا الدكاتره بيتصلوا يستشيروه هو. بفخر بتعليمي على ايد الدكتور محمود لبن الله يرحمه. خسرت حد، خسرت اخ كبير واب ليا لما توفى الدكتور محمود لبن. ما علينا يعني نكمل. فانت اهم حاجه حرصك من الدكاتره تتاكد ان الدكتور ده دكتور شاطر في مجاله، دكتور معروف مش مزور. تاني حاجه ما تسمعش اي يوتيوبر بما فيهم انا بعمل محتوى على اليوتيوب، ما تسمعليش. لو قلت لك خد الدواء ده او الاسم ده، انا ممكن اقول لك مكون دوائي، او اقول لك خد حاجه فيها كذا، لكن كون طرحت عليك دواء يبقى انا كذاب. تالت حاجه، ادخل الصيدليه، انت يا ابني مش شكلك من الصيدله، لو شكك في واحد قول له فريني كارنيهك. نظفوا في الصيدليات، الصيدليات مليانه بهم، وخصوصا الصيدليات اللي اصحابها دخلاء، الصيدليات اللي اصحابها دخلاء بيهموا المكسب، ممكن يجيب لك دواء في مكسب كبير ومش مهم ليك. انا ليا وقعه مع دكتور، كان دكتور عصام، عيل صغير لانه كان مقاول، اسمعوا كلمه مقاول دي كويس، على دواء
في غزاء ملكات نحل، والولد كان دراعه مكسور، وكان وقتها الدواء ده، وكانت الدنيا رخص عن كده، كان الدواء ده بحوالي 35 جنيه يعني يساوي دلوقتي 200 جنيه ولا حاجه الدواء ده. وكتبوا للولد، وانا قلت له يا دكتور انت يعني مش لكده، انا كنت عارف الاتفاق لان انا كنت شغال في الصيدليه بتدرب فيها اللي كان فيها اتفاق. قلت له يا دكتور حتى يعني لو متفقين نبقى متفقين بما يرضي الله، فتبقى حريص على الصيدليه وحريص على الدكتور لان دي صحتك. ارجو ان الفيديو ده يعجب كل الناس، ويا ريت يا جماعه تعملوا له شير ولايكات كتير عشان نوصل لعدد من الناس. ما تنسى تحط لنا لايكات، فمن رأي من فضلكم اعملوا شير للناس لاصدقائكم لحبايبكم، لان الموضوع ده مهم جدا. ويا ريت اللي ما تابعش القناه يتابعنا، وشوفوا ممكن نكلمكم في ايه جنب المحتوى الاصلي بتاع القناه. اشكركم واتمنى اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.